أهلا بكم. حصلت الجزيرة مباشر على صور خاصة من داخل سجن النساء المركزي في صنعاء، والذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. وتظهر الصور أن عددا كبيرا من النسوة سجن مع أطفالهن في ظروف سيئة، وقال بعضهن إنهن لا يعرفن تهمتهن ولا التقين أي محام، كما إنهن يعانين من أمراض خطيرة ولا يعالجن منها بصورة صحيحة، بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب الأطفال ولا يجدن لها علاجا. وطالبت السجينات الشعب اليمني والعالم بالسعي لتحريرهن من السجون وبمراعاة الأوضاع المأساوية التي تعيشها السجينات. أنا الدكتورة غادة قبران، أعاني من مرض السرطان، وتم أمس إسعافي، وهذه ثاني في السجن، نزيلة في السجن المركزي، وهذه أمس ثاني حالة أصاب فيها. وهذا أتمنى دخول دكاترة، طاقم دكاترة للعلاج نحن وإخراج نحن إلى برا، ويعالجون احنا ويعطون احنا الادويه. اغلب الاطفال هنا مصابين بامراض ما يستطيعوش حتى انهم يحصلوا على دواء الحمى، وامراض بسبب البرد، يعني وحتى الملابس داخل السجن تمام، اللي تقي الاطفال وتقينا احنا من البرد معدومه. احنا مش بيدتنا احنا ولا مع احنا اهالي. هذا البنات اللي هنسن محبوسات ما حد يتابع بعضهن، واللي ازواجهن سبب ازواجهن محبوسه. طيب هذا ايش ذنبها؟ زوجها داخل ما سوت اي حاجه، بس الله من زوجهم حصل لهم مشكله حبسوهن. هذا لا، الضرب زواجهم مع ناس واحتبسوا، قلتكم الله. يعني احنا ما احناش بشر، يعني حطوا نفسكم في مكاننا، بيجي يوم من الايام يحصل لاعراضكم لاخواتكم لاهاليكم مشكله تتعرضوا، ما حد معصوم حتى لو كان قاضي. شوف الاطفال، ركز على الاطفال، لا معهم شربات ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. المفروض الاطفال هم ما لهمش دخل في اي شيء، هم ضحيه ابائهم وامهاتهم، اكثر شيء الاباء. يعني شوف في بعض النسوان هنا ما لهمش ذنب في اي شيء، الله منهم محبوسين ازواجهم، دخلهم مع ازواجهم بس. ليش ايش سويتي؟ ايش عملتي من جريمه؟ تقول ليش بس مسكوا زوجي انه عمل غلط وبزونا كلنا؟ طيب بزوا العائله كامل، الزوج والزوجه والعيال وكل شيء، ايش ذنبهم؟ اقل حاجه يعني يا ناس يعني تفهموا. انت عارف ان لنا هنا اكثر واحده لها 4 سنين ما قد احتكمتش، واحنا لنا 6 شهور انا ما فيش علي اي شيء ولا على اي قضيه. اكثر هنا انا محبوسه هنا لهم مده من 8 شهور، من 9 شهور ما فيش عليهم اي شيء، اللهم انهم ازواجهن وما حد بيسال علينا. اللي ما فيش معه محامي لا حد بيسال عليه، ولا معهن زيارات ولا معهن شيء، ما معنا الا الله. لتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من مأرب الصحفي والناشط الحقوق حسين الصوفي. سيد حسين الصوفي، يعني هذه الصرخة من هؤلاء النسوة التي يطالبنا بحل، يطالبنا بتدخل يعني عادل لهم ولقضاياهم ولأطفالهم، كيف رأى يعني كيف هو ردود الأفعال على هذه الصرخة؟ شكرا جزيلا لكم. في الحقيقة هذه ربما وصمة عار في جبين المجتمع، في جبين الإنسانية برمتها، يعني أن يتم التصرف مع النساء بهذه الطريقة الفجة، بهذه الطريقة المهينة، بهذه الطريقة البشعة. هذه إحدى نتائج الانقلاب الذي انقلب على الدولة وانقلب على مؤسساتها وانقلب على كل شيء بما فيها حتى الانقلاب على قيم وأخلاق المجتمع. هذه أحد الذي يجري اليوم في السجن المركزي وما نشرتموه أنتم في قبل قليل، دليل على أن هذه الميليشيا الإرهابية تتعامل مع الشعب اليمني بعقلية احتلال. هؤلاء يأخذون النساء والأطفال مجرد رهائن كما تذكر إحدى السجينات، يتعاملون معهم للضغط على أزواجهم مثلا. وهذه الحالات هي ربما في جرائم أو في ما نسميها أنها قضايا ربما ليست قضايا سياسية، قد تكون قضايا أخرى، لكن الحوثيون عندما انقلبوا على السلطة وانقلبوا على الدولة وانقلبوا على المجتمع، انقلبوا على الأخلاق والقيم وأخلاق حتى على القيم الإنسانية المعروفة، سمحوا وبل وفتحوا الباب واسعا أمام هذه الانتهاكات. وللأسف الشديد ما يتم في كثير من السجون، يعني الحوثيون اليوم يقومون بحملة اختطافات واسعة، وكانوا يعني يهددون النساء ويعتدون عليهن حتى ممن يعارضهم سياسيا، وبل وصلوا بهم الحال إلى الاعتداء على أمهات المختطفين اللواتي يذهبن للدفاع عن أبنائهم. فهذه الجماعة، هذه العصابة الإرهابية تقوم بالاعتداء على أخلاق وقيم المجتمع، وهذا أمر مرفوض، وأعتقد أنه لن يمر دون أن يلقى رفضا واسعا من قبل أبناء الشعب اليمني الذين يتحلون بقيم وأخلاق لم يعهدوا مثل هذه التصرفات على الإطلاق. سيد حسين الصوفي، يعني ذكرت أنت الآن وقلت المجتمع اليمني له عاداته، له تقاليده،
هذا المجتمع اليمني المحافظ القبلي يعني كيف يمكن تقبل هذه الأوضاع للنساء، وخصوصا أن هناك أطفال ينشأن في مثل هذه الظروف؟ يعني كيف نتحدث عن مستقبل هؤلاء الأطفال؟ للأسف الشديد الحوثيون يعتدون على كل شيء، يعني يحاولون أن ربما يصنعون الجريمة ويصنعون المجرمين. يعني الاعتداء على الأطفال كما ذكرت أنت، لا نستطيع أن نتخيل مستقبل هؤلاء الأطفال حينما يتربون في السجون، كيف ستكون نفسياتهم؟ يعني كيف سينشؤون وهم تربوا في السجون، وهم ولدوا، ربما بعضهم يولدوا في السجون، لا يدرون ولا يعلمون ما هي التهمة، ما ذنب أهاليهم، ما ذنب النساء أن ترمى في السجون دون أي حقوق، يعني دون أبسط حقوق على الإطلاق، يعني التي لها من 4 سنوات والتي لها من 9 أشهر كما ذكرنا بعضهن. هذه الجرائم المتتالية هي امتداد للجرائم السابقة، يعني هم يزجون بالأطفال في الجبهات القتال، هم يحولونهم إلى مجرمين حقيقيين. يعني أن يعطي طفلا كلاشينكوف ثم يذهب به إلى جبهة القتال ثم يقتل من يشاء ثم يعود إلى بيته، هو يصنع منه مجرما، وكما يفعل أيضا مع هؤلاء المساجين الذين هم الآن في السجن المركزي في صنعاء. وبالمناسبة ليست هذه الحالات الوحيدة، هذا ما استطاع الناس أن يلتقطوا أو أن يصوروا وما حصلت عليه الجزيرة مباشرة، لكن هناك أيضا سجون مكتظة بالنساء وأيضا بالرجال. كما ذكر البعض هناك في ذمار مثلا كان هناك سجينات لا يعلم أحد ما هي تهمتهن ولماذا تم اختطافهن واعتقالهن إن كان لهن تهمة أو ذنب، لا يعلم أحد. وبالمناسبة السجون المركزية لا يتم تحويل الناس إليها أو المواطنين إليها إلا من صدر بحقه حكما، لكن هؤلاء في السجن منذ 4 سنوات وبعضهن منذ 9 أشهر كما ذكرنا. نعم، أرجو أن تبقى معي سيد حسين الصوف. لم يصدر عليهن حكما ولم يخرجن إلى القضاء ولا إلى النيابة ولا إلى المحاكمة، فبالتالي هؤلاء يعبثون بالإنسان بمعنى الكلمة، يعبثون بالكرامة، يعبثون بالهوية، يعبثون بالقيم، والشعب اليمني يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام هذه الجريمة. أرجو أن تبقى معي. فهذه وصمة عار لا يمكن لأحد أن يقبل بها على الإطلاق. انضم إلي عبر الهاتف أيضا من الرياض همدان العلي المدير التنفيذي للمرصد الإعلامي اليمني. سيد همدان العلي، يعني ما رأيناه الآن وتم تقديمه حصريا للجزيرة مباشر، يعني وهذا المشهد، يعني كيف يمكن قبول هذه الأوضاع بالنسبة لسجينات أو بالنسبة لامرأة يمنية في ظل هذا المجتمع المحافظ اليمني؟ للأسف جماعة الحوثي لا تأبه لحياة النساء والرجال والأطفال وهم خارج السجون، وهم يستطيعون أن يصرخوا، أن يحتجوا، أن يرفضوا، فما بالك عندما يكون هذا الوضع أو يكون الأمر متعلق بالسجناء والسجينات خلف القضبان في الوقت الذي يعني لا تستطيع مثل هذه النسوة أو مثل هؤلاء السجناء بشكل عام الحديث والمطالبة بحقوقهم. الانتهاكات والوضع البائس والمأساوي الذي تعيش فيها النساء السجينات والسجناء أكبر من أن نتصوره جميعا. أنا اطلعت على بعض القضايا بحكم أني متخصص في كصحفي متخصص في الشؤون الإنسانية، هناك حالات تدمي مؤلمة جدا، سواء في سجن المركزي في صنعاء أو في سجن إب أو في سجن يعني سجن دمار، سواء في سجون النساء أو في سجون الرجال. أيضا يعاقب أطفال السجينات على ذنب لم يقترفوه إطلاقا، لا وضع صحي مناسب ولا تعليم ولا، يعني بعض الأطفال يبقون فترات طويلة في الظلام الدامس. هناك أوضاع مأساوية، يتم ابتزاز النساء، يتم ابتزاز حتى الرجال، يعني والدفع بهم إلى جبهات القتال من قبل جماعة الحوثي. الانتهاكات في هذا المجال لا تعد ولا تحصى. المشكلة أنه لا يسمع لصوت هذه المعاناة وهذه. طيب سيد حمدان العلي، الحديث الآن، يعني أنت رأيت الصور والصور القادمة من السجن المركزي، حتى وإن بدت يافطة أو لافتة مكتوب عليها تم ترميم السجن، وإن جاء ولافتة أخرى ساعدوني وعلموني كيف أصنع مستقبلي ورعاية الأمومة والطفولة مسؤولية مجتمعية، يعني هذه اللافتات في ظل صرخات السجينات من بعضنا قالنا أنهم لم يقدمن للمحاكمة، كيف يمكن
تقديم هذه الحالات للمؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمعنية بشؤون المرأة؟ للأسف يعني تقع أو موضوع السجينات تقع أو يقع ضمن أو لا تقع ضمن اهتمامات المنظمات الدولية، يعني سواء الدولية أو المحلية. على الإطلاق العالم الآن مهتم على الجانب الإنساني والمجاعة، وهذا خطأ أنا أعتبره. أنا أعتقد أنه من واجب المنظمات الدولية والمحلية أن تخصص جزء من اهتمامها بهذا الملف، خاصة ونحن الآن على أبواب يعني، أو خاصة المنظمات ستحصل على أموال تقدمها الدول المانحة، يعني وصلت إلى أكثر من مليار. يجب أن يخصص جزء من هذه الأموال لصالح رعاية السجناء وحل مشاكلهم والضغط على يعني سلطة الأمر الواقع، وإن كانت مقتصبة للسلطة، أن تضغط عليها يعني التعامل بإنسانية وإعطاء السجناء والسجينات حقوقهم من خلال المحاكمة إذا كانت هناك قضايا جنائية. ويعني أنا أعرف أن هناك سجينات وسجناء يعني مسجونون لسنوات طويلة بسبب مبالغ تافهة جدا بالإمكان دفعها وإخراج السجناء من السجون، ولكن للأسف لعدم يعني إقامة محاكمات عادلة لهن أو لهم، يعني يبقون لفترة طويلة في هذه السجون دون ما يعني أن يسأل عنهم أحد. سيد همدان العلي، المدير التنفيذي للمرصد الإعلامي اليمني. أعود في كلمة أخيرة للسيد حسين الصوفي. سيد حسين الصوفي، الحديث حول أوضاع هؤلاء قانونيا، يعني كيف يمكن حل مشاكلهم القانونية مع وجودهم في السجن المركزي بهذه الأوضاع تحت سلطات ميليشيا الحوثي وصالح؟ هو للمفارقة وعني ولتأكيد الوضع في اليمن، لا تزال هذه الجماعة هي جماعة انقلابية، جماعة جاءت اغتصاب للسلطة، بل لم تكن حتى بالتوصيفات التي تسمى بسلطة الأمر الواقع، لا تحمل أي مشروعية ولا أي صفة. وهذه للأسف الشديد هنا الخطورة، خطورة الوضع أن هذه الجماعة حولت المجتمع اليمني، حولت الشعب اليمني كله إلى سجن كبير، سجن مفتوح. هناك القتل والإعدام في السجون تحت التعذيب، إلى الآن أكثر من 107 حالة قتلت تحت التعذيب. هناك اختطاف للنساء كما ذكرتم أنتم، وهذه الوثيقة التي تبثها الجزيرة مباشرة اليوم يجب أن تحرك ضمير العالم. اليوم هناك بعض المنظمات تعمل على قبض الطرف، وللأسف الشديد هناك منظمات دولية لا تزال إلى اليوم لم تنبس ببنت شفاه على ما يجري من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الليل نهار. يعني هذه طبعا الوضع القانوني، لا يستطيع أحد أن يتحدث عن وضع قانوني في ظل اغتصاب للسلطة، في ظل مجموعة لصوص قاموا هم حتى بالإفراج عن المحكومين. ونحن رصدنا ووثقنا أن من يقومون بتعذيب المختطفين الذين هم في سجون الحوثية هم من المحكومين بجرائم جسيمة، في خرجوا من السجون، أخرجهم الحوثيون من السجون حينما سيطروا على كثير من المحافظات، ثم حولوهم إلى حراس ليقوموا بتعذيب المختطفين. وهذه هي من تعقيدات الوضع اليمني. الوضع اليمني يعيش حالة ربما حالة تستدعي تدخل عاجل وسريع، لا يجوز أن تظل رهينة للمواطلات التي ربما تجرها بعض الأطراف الدولية هنا وهناك. هذه الحالات، هذه الصرخات، هذه النداءات يجب أن تحرك ضمير المجتمع الدولي، ضمير المنظمات التي تذهب لتزوير الوضع والحقيقة في اليمن. يجب أن تذهب إلى السجون وأن تسمع شكاوي النساء. نعم. ويجب أن تحرك لجان، يعني نحن نناشد ونطالب المنظمات الدولية، نطالب ولد الشيخ وهذه المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة أن تشكل لجنة عاجلة وطارئة لزيارة السجون وهذه للمفارقة. شكرا لك سيد حسين الصوفي المعروف الناشط والحقوقي اليمني. أما نعم. السجون السرية فهي كثيرة وغير معروفة. شكرا لك حسين الصوفي الناشط والحقوقي اليمني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب في اليمن، والحديث كان حول الصور الحصرية للجزيرة مباشر حول أوضاع السجينات في السجن المركزي بصنعاء تحت ميليشيا الحوثي وصالح وأوضاع مأساوية للسجينات. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل احتجاجات بتونس ضد مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية مع رموز النظام السابق.